التجارة عمل يخص كل إنسان، فهي تؤثر علينا جميعاً في كل يوم. فبدون التجارة ستكون حياتنا محدودة للغاية. لنفكر باحتساء الشاي أو القهوة في الصباح، وبالسيارة التي نقودها، وبأجهزة الكمبيوتر التي يزداد اعتمادنا عليها. بفضل خدماته الفريدة من الباب إلى الباب، يعد النقل الطرقي وسيلة فعالة في تعزيز الترابط بين كافة الشركات وبينها وبين كافة الأسواق العالمية الرئيسية، كما يلعب دوراً مركزياً في سلاسل التوريد الوطنية والدولية، ويقود قاطرة النمو التجاري والاقتصادي، ويساهم في خلق فرص العمل، ويحقق الرفاهية والاستقرار في البلدان الصناعية والنامية على حد سواء. وبالتالي فإن أي جزاء بحق النقل الطرقي ينعكس بشدة على الاقتصاد والمجتمع ككل. It's all about the economic growth. Trade is the best way to achieve growth and improve the quality of life of the people in the Islamic world. But trade is impossible without an efficient road transport. في عام 2011 قام البنك الإسلامي للتنمية بصفته مساهماً مالياً رئيسياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأعضاء فيه وفي المجتمعات المسلمة، بتقديم منحة مساعدة تقنية إلى الاتحاد العربي للنقل البري. شارك في تمويلها وتنفيذها الاتحاد الدولي للنقل الطرقي IRU لدعم التنمية المستدامة لصناعة النقل الطرقي في العالم العربي. يقوم المشروع على 3 مكونات رئيسية. أولاً، تطوير استراتيجية لتيسير التجارة والنقل الطرقي في الدول العربية عن طريق تحديد وتحليل العوائق الرئيسية التي تواجه النقل الطرقي الدولي، واحتمالات تطبيق معاهدات الأمم المتحدة الأساسية حول تسهيل التجارة والنقل الطرقي، وعلى الأخص اتفاقية النقل البري الدولي في البلدان العربية، بحيث تستفيد من نقل طرقي آمن وفعال. ثانياً، تطوير قدرات التدريب المهني بما يتوافق مع المعايير الدولية وكما تقدمها أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي للمديرين والسائقين. ثالثاً، تحسين السلامة الطرقية من خلال استكشاف جدوى دراسة مسببات حوادث الشاحنات في الدول العربية. 5 استشاريين، 3 مكونات، 18 شهراً، 7 بلدان عربية مغطاة، 4 ورش عمل، 9 برامج تدريب، 35 معلم مدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وجود ناقل آمن على طرقنا البرية يعتبر من أهم ميزات الاستقرار الاقتصادي. نرجو أن تحظى منطقتنا العربية بأمن واستقرار لكي يزدهر النقل والتجارة والصناعة في بلداننا العربية. دعونا نلقي نظرة عن كثب على الإمكانيات المحتملة في المنطقة العربية. تتكون الدول العربية من 22 بلداً حول العالم، تتركز بصورة رئيسية في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وتقدم هذه المنطقة فرصاً تجارية فريدة باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للعبور ترانزيت في العالم، ويشكل سكانها البالغ عددهم 360 مليون نسمة، 4% من إجمالي سكان العالم، وتبلغ فيها نسبة السكان دون سن 30 60%. فهل تستغل المنطقة هذه الفرص؟ التجارة الإقليمية. يقل التبادل التجاري بين البلدان العربية 6 أضعاف عن نظيرها بين بلدان الاتحاد الأوروبي، في حين أن مجموع صادراتهم يبلغ بالكاد 0.4% من إجمالي سوق الصادرات العالمية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى العوائق التجارية بين البلدان العربية. تبلغ نسبة التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي 65%. تبلغ نسبة التجارة البينية بين دول منطقة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود 18%. تبلغ نسبة التجارة البينية بين الدول العربية 11%. سألنا عن رأي السائقين في حال التجارة في المنطقة. السلام عليكم. أنا سائق شاحنة على جميع الدول العربية، فبصير عندنا روتين
تعطيل السيارات للشاحنات خصوصا الثيرموكينج التبريد ومحملين خضرة ودوام الحدود 8 ساعات، اي حدود عربية 8 ساعات. احنا كل ما نقعد 8 ساعات ونستنى دور وبروح وقتنا، فاثناء ال8 ساعات هاي نستنى كمان 8 ساعات زيهم، ف 16 ساعة نقعد نستنى في الدور على اي حدود عربية. في عنا شغلة ثانية في الفيز برضو، عنا احد الدول العربية في الفيز تبعاتها يعني بغلبونا شوية بالفيز. كجزء من المشروع ساهمت المرحلة الرابعة من مبادرة النقل الطرقي الأورو آسيوية الجديدة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الطرقي نيلتي 4 في تطوير استراتيجية إقليمية للتجارة والنقل الطرقي من خلال تحديد وتحليل العوائق الرئيسية التي تواجه النقل الطرقي الدولي بين البلدان العربية. نيلتي 4 22 طريق، 108 رحلات، 45 سلعة مختلفة، 855 يوماً على الطريق، 412 يوماً ضاعت في الانتظار على الحدود، 48% من وقت النقل وقت ضائع، 242,164 كيلومتر تم قطعها، 57,263 دولاراً أمريكياً إجمالي التكاليف، 1,868,500 كيلوغرام من البضائع المنقولة. نحن نعمل مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق IRU والبنك الإسلامي للتنمية IDB ليس فقط لتشخيص المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل البري في هذه المنطقة، ولكن أيضا لإيجاد الحلول لهذه المشاكل. هذه الحلول التي حتى تنفذ وتطبق بنجاح لابد من اتخاذ قرارات على المستوى السياسي لكي يصبح قطاع النقل في وضع أفضل ولمستقبل أفضل. ما هي الحلول الأجدى لتحسين النقل الطرقي وزيادة آمنة في الدول العربية؟ تطبيق اتفاقيات النقل الطرقي الأساسية التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما اتفاقية النقل البري الدولي في 22 بلداً عربياً لتسهيل إجراءات عبور الحدود، إقامة تدريب مهني إلزامي وفقاً للمعايير الدولية كما تقدمه أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وتحسين البنية التحتية المساعدة، تحديد الأسباب الرئيسية للحوادث المتعلقة بالشاحنات لتجنب وقوع ضحايا. من دون هذه الإجراءات أي طريق أو طريق سريع جديد سيسبب المزيد من الازدحام على الحدود، وفي النهاية تتحمل الاقتصادات والمجتمعات تبعات ذلك. The IDB ALT-IRU joint project offers us a great opportunity. In fact, by working together with governments and the competent authorities from the Arab world, we can help promote and further facilitate trade and international road transport. And in doing so, we'll allow road transport to drive progress, prosperity, and ultimately peace throughout the region. The IRU counts on you. You can count on us.